الدافع الرئيسي للناعور يعتبر هو هوية المدينة، هوية المحافظة. وهذا يعني ساقنا إلى عمل نواعير أخرى في قضاء حديثة، وعمل أيضا في قضاء هيد كانوا نجاجير أيضا جيدين، وعنده أربع نواعير، والحمد لله هي كانت فكرة مبادرة مني، والحمد لله ساعدوني مجموعة من الأصدقاء والأقارب والأهل. المنفعة الأولى هي منفعة اقتصادية، لطالما نجد أن السياح من داخل العراق وخارج العراق يتوافدون بشكل مستمر لهذه الآلة. صار عندنا موقع سياحي يجون عليه من جميع المحافظات العراقية، وحتى يجونا من باقي الدول اللي يعني العربية، عندنا من مصر، يجونا من لبنان، من تونس، من المغرب، يعني كثير اجوا للعراق وشافوا هذا الصرح اللي موجود حاليا. مو الوضع مستقر ما اجي انا، تدري اذا اكو فد لا سمح الله خارق امني او فد شيء ما اقدر اجي، بس لازال اكو استقرار امني، اكو توجه سياحي. الحمد لله والشكر على نعمه الامن والامان والاستقرار. طبعا المدينه اذا ما بيها امن وامان ما راح يصير بها اعمار.